تراهني ان انا هعمل لك سحر؟ اقسم بالله انا مش دجال ولا شحات يا عم، انا عارفك. انت هتقول لي ايه نوعك المفضل وانا هدب ايدي في الشنطه السحريه اطلع اللي انت بتحبه. الملبن. بص بفاجئ، اروح مدد ايدي كده. ها استنى، الملبن انا عارفه بقطاري كده. صدق الملبن يا جامد، السحر شغال قوي. الملبن كتير بس اتحشر، وبعدين ما حدش بيحب الملبن برضه. لا هو تقريبا السحر ان انا اشوفها ملبن، صح؟ يو، النهارده هننزل نوزع حلاوه المولد على الناس في الشارع، ووفرها بدون حلاوه المولد عشان نوزعها على الناس، وهنحاول نرجع الضحكه للشارع المصري. فيلا بينا نشوف الحوار ده. لو سمحت، احنا عاملين مبادره في الشارع النهارده اسمها عوده الضحكه للشارع المصري من جديد. تحب تشارك معانا؟ اشارك طبعا يا باشا. طب قول لنا نكته عشان نسعد الشارع المصري. انت كده عايز تحزن الشارع المصري ليه؟ هي نكته ايه؟ طب قول لنا انت نكته. والله انا واحد لسه خاطب ودماغي سايحه، انا اصلا يعني ماشي تايه. لا استحلفك بالله، احنا هنجيب الحلو كله. تختار الملبن ولا السودانيه؟ لا انا ممكن اختار السودانيه عشان انا معايا الملبن. انت معاك الملبن. يلا نوزع حلاوه المولد على الناس في الاشارات. بتاكلوا حلاوه المولد؟ بتحب ايه؟ دليده ولا شهيده؟ شهيده. مين بيحب السمسميه وال هو ده ايس كريم ولا سودانيه؟ لا والله العظيم ما يصحش حبايب قلبي يا فنانين. 150 جنيه. ممكن استاذنك في سؤال بس؟ تعرفش النبي حد بيبيع حلاوه المولد؟ اعرف. تسلم يا صاحبي. خد يا باشا. ايه ده؟ يا سلام، انا بحبها جدا والله العظيم. اسمها ايه دي؟ مش عارف. الله، انت ازاي بتحبها كده؟ هل منزل ابلكيشن وفرها؟ معايا ابلكيشن. منزل ابلكيشن وفرها بجد؟ وريني كده. اقسم بالله انا شفتك قبل كده. لا لا انت مش متفق. خلاص مبروك كسبت. هسحب فلوس يعني. ما تقولش بقى عشان الحاجات دي بتتحسب. لا لا انا هسحب فلوس. انت محاسب؟ لا انا ميديكال، دكتور في شركه ادويه. بتهزر؟ بالله عليك، دواء المراره عايزين شريط؟ بالله عليك قلب عليه. انا شغلني تريشن بس تغذيه. طب معكش حقنه فيتامين سي؟ ايه نوع حلاوتك المولديه المفضله؟ بحب الثانيه واحده. ايه نوترتك ولا ايه؟ ما انت عارف ان هنصور. طب انت على ما سمسميه؟ الحمصيه اكتر. طب بالله عليكم احنا معانا ملبنيه، ممكن تمشوا الدنيا؟ بتحب الملبن؟ افخم انواع الملبن. معلش والله مش عاملين حسابنا ان انتوا جايين. انت عارفاها؟ عارفاها. انت قلت حمصيه، وانت بقى يعني كل سنه وانت طيب. مع ممكن اديك حد والله العظيم. طب خد انت الملبنيه وخد انت الجولاتيه. زي الفل، مرضيين. أهل حاجة في الشارع المصري ما بيعترض. كم مزنوق معايا وحتة ملبنية وجيلاتية ما حدش عايز ياخدهم. الله يبارك لهم، الشباب قاموا بالوقت. كلوها دوها دوها قدامي. ده البان ده ولا ايه؟ شكلها دي توفي. دي حلوة قوي. وانت حلو ده بالمكسرات؟ خد بالك بس. يا نهار اسود، انت ايه يا عم؟ انت نقاش ولا ايه؟ ده هينزل في رمضان. رمضان؟ رمضان فين واحنا فين؟ احنا بنصور له من دلوقتي، وانت فاكر بنصور لايف واحنا على التيك توك. يا ريس يا ريس، لحظه واحده، المصور طلع مدكن بسبوسيه ومهلبيه. خد يا باشا، دي بسبوسيه وادي جوز هند. لا والله، لا والله انا اسف جدا. ما كنتش عارف انام النهارده. ليه؟ عشان الراجل ما خدش. افرض وهي بتاكل يبص لهم. طب لو عايز تشتري حلاوه المولد تعمل ايه؟ ابلكيشن وفرها عامل عروض في تسيبس بخصومات لحد 26% على كل العلب باسعار بتبتدي من 220 جنيه، وانا اشتريت العلبه اللوكس الصغيره 19 قطعه ب 345 جنيه بدل 460 جنيه، وبعدين طلعنا على الحاج عرف هتلاقي وفرها عامل عروض وخصومات لحد 25% على كل العلب. الحلاوه بتطير ما شاء الله. الملبن الجامبو، نشوف مين سعيد الحظ. النهارده عاملين عرض على الملبن الجامبو، بس هنسالكوا سؤال لازم تجاوبوا عليه. مش دينيه صح؟ لا لا مش دينيه. انت اسمك ايه؟ محب. ما هي عاصمه الشيخ زايد؟ مدينتي امبابة. اكتوبر. اركان. اركان اجابه صحيحه، مبروك كسبتي معانا الملبن الجامبو. خلاص يا عم، عشان الوحده الوطنيه نوزع عليكم حلاوه المولد. بتحبي مين حلاوه المولد؟ بحب الفوليه. وانت؟ محمود ضربني امبارح عشان ايه؟ بقى لك معاك فستقيه. فستقيه، عرفت الفستقيه دلوقتي؟ فوليه. وانتي؟ لا معرفش. ما تعرفيش ازاي يعني؟ ما بتحبيش الحلويات؟ ايه ده؟ سوشي. صباح الفل يا موتوسيكلو. بتحب الملبن؟ خد يا باشا واحده ملبنيه. دي كاجوهيه، دي تمشي معاكي؟
الفزدقية يا نهار ابيض سبحانك يا رب الفزدقية محمود اهي دي لوزية بس المكنة دي نوعها ايه؟ فين المفتاح؟ عيب عليك انا اسويه دور لي بس الاول دور لي بالله عليك طب ارفع الدبوس ارفع لي الدبوس بالله عليك بقول لك ايه؟ شنطة الحمصية امانة في رقبتك بالله عليك ده شنطة الكنز دي ما انت معاك السبوتر ماشي ما هي واحدة بواحدة بص انا عايز طلب بص انا بعلم درامز فانا عايزك تسبورت ليا المعلم اسم البيج هتبان دلوقتي تحت اللينك في البانيو تتعلم درامز شغال انتوا ايه شغالين درامز سبع زباين اهو بروفا اول حصه مجانيه باكل اي حاجه انت شغال خد بسبوسيه نيكس تاكل ايه عندك ورق عنب وانت جاي تتغدى خد يا باشا شغاله معاك دي تاكل ايه خدنا عند قصر الكبابجي قصر الكبابجي صباح الفل يا معلم اركن لي صباح الفل وطي لي بس عشان المايك ده توماتيكي تاكل ايه النهارده لسه معاك ايه المسمس السمسميه حلوه دي خدها بندق ياخد بندقيه بنوزع حلاوه المولد بمناسبه حلاوه المولد بتحب تاكل ايه عشان انت طيب الاول انت معاك ايه معانا كل حاجه اطلب واتمنى اعتبرني الجني البرتقالي انا عايز فلوس لا انت ممكن تاخدهم تبيعهم وكمان ابلكيشن وفرها عامل عروض على حلاوه المولد من ديكوس بخصم 25% واسعار بتبتدي من 200 جنيه للكيلو وانا اشتريت علبه 2 كيلو ب 350 جنيه بدل 465 جنيه ولو دخلت على ابلكيشن وفرها هتلاقي قسم حلاوه المولد وهتلاقي عروض كتير تقدر تختار العرض والفرع اللي يناسبك يلا يا باشا بينا